اقتحم مسلحون فجر الجمعة مبنى إدارة أمن محافظة حجة في حين اعتدى مجهولون على سيارات تابعة لصندوق النظافة والتحسين، وأطلق آخرون عيرة نارية على منزل مدير الأمن في سابقة خطيرة تشير إلى انفلات أمني تعيشه المحافظة. نشهد خلال الأسبوع إما حادثة قتل أو تقطعات أو مسلحين داخل مدينة حجة، أصبح انفلات أمني كبير، ونطالب الجهات الأمنية والمسؤولة بتحقيق الأمن والاستقرار حتى ينعم المواطن بالهدوء وتعود حجة كما كانت. إقحام المحافظة في صراعات من خلال العودة بها إلى مربع العنف الذي شهدته البلاد مطلع أزمة 2011 من خلال المظاهر المسلحة التي انتشرت بشكل كبير في الأسواق والأماكن العامة تسببت في إقلاق السكينة العامة. كل ما مشيت في شارع وأنت قلق خايف على نفسك، والانفلات الأمنية الحكومة الجديدة هذا ماشي أمن واستقرار، ولا لا تأمن على رأسك ولا على ابنك يخرج شارع، ولا يعني قلق واصل. محافظة حجة ضاقت بأبنائها ذرعا بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، رغم مناشدتهم المستمرة للجهات الأمنية بأحكام سيطرتها الأمنية وتوفير الأمن للمواطنين. أثار غضب تجار الجمرك قرار رفع رسوم